مهارة وصف الحرف بعد ما عملنا التهيئة وقراءة الحرف باسمه، كتابة الحرف باسمه، هنتعلم وصف الحرف بجميع أجزائه. معنى الوصف ادي أول حاجة، اثنين أهداف الوصف، ثلاثة مش طريقة الشرح على مرحلتين، المرحلة الأولى المجموعات الثلاثة، صاحبة العلامات التسعة، كم من وكيف. بعد كده المرحلة الثانية وصف الحروف نفسها. ما في مرحلة قبلهم اسمها مرحلة الايه؟ العلامات التسعة أو المجموعات الثلاثة. المرحلة اللي بعد كده اللي هي وصف الحرف اللي أنا أصلاً هشرحه. يبقى عشان أشرح وصف الحرف في حاجة قبليه. طيب سؤال، معنى الوصف يعني إيه؟ معنى الوصف بيقول إن الولد بيعرف أجزاء الحرف. مثال حرف الايه؟ في ضلع أهو، ضلع أهو، ضلع أهو. لو الولد وصفه قال vertical line مثلا، او اسف بيقول ايه الولد؟ up standing line، down standing line، horizontal line. وقال right semi circle، down vertical line، ايه smooth. ايه اللي حصل؟ عرف اجزاء الحرف. تكرار الموضوع ده مع كمان المراجعه يخلي الولد بيعرف اجزاء الحرف عشان لما يكتبه يكتبه صح ما يكتبوش غلط. اثنين، الفائده الثانيه اللي معمول عشانها الوصف اصلا هي تعليم الاملاء. يعني انا اقصد ايه؟ عاوز ابني حرف لازم يكون عارف اجزاء، اللي يعرف اجزاء الحرف من يعرف ابنه. الاهداف من كده ايه؟ قال لك اول حاجه ان الولد يعرف يتملى. اثنين، الولد يراجع الحروف، تقصد تقول لما اخد حرف الايه كابتن وسموث، ارجع اخد البي كابتن والبي سموث، اقوم راجع الايه كابتن معاه، والسي اراجع الايه والبي، وهكذا. المراجعه دي بتورث ايه؟ اولا بتثبت الحروف، بتريح في الاملاء اللي بتريحني بعد كده في املة الكلمات، بعد كده بتخلي الولد يثق بنفسه لما بيعرف المعلومه. يبقى معنى الوصف واهداف الوصف. تعال نخش على المرحله الاولى، مجموعات الثلاثه او العلامات التسعه، كما وكيف. بالبلدي كده خالص، العلامات التسعه يعني ايه؟ وديهم هم ايه؟ هم الكميه بتاعتهم تتعرض ازاي؟ وتتعرض بانهي كيفيه؟ تعالوا نبص على السبوره. المرحله الاولى مرحله العلامات التسعه والمجموعات الثلاثه. اول مجموعه اسمها مجموعه الخطوط، يعني الولد بيتعرف على مجموعه الخطوط، عددها كام؟ ثلاث خطوط. الخط الاول اسمه فيرتيكال لاين. الخط الثاني اسمه سلانتنج لاين. الخط الثالث اسمه هوريزونتال لاين. يبقى الخط العمودي فيرتيكال لاين، الثاني سلانتنج لاين، الثالث هوريزونتال لاين. كم خط؟ ثلاث خطوط، وسميناها مجموعه الخطوط. دي بياخدها في اول يوم. اثنين، مجموعه اتجاهات وعددها اربع اتجاهات اللي هي اب وداون ورايت وليفت. لما خد ثلاث خطوط واربع اتجاهات يبقى وصل كام؟ سبعه. كمان هيربط الاتجاهات بالخطوط. يعني مثلا ده اسمه داون فيرتيكال لاين، وده اسمه اب فيرتيكال لاين، وهكذا. هنشرح دلوقتي الكيفيه. بعد كده ناخد مجموعه الدوائر، كام؟ اثنين علامه. اول علامه اسمها ايه؟ سيركل، ثانيه سيمي سيركل. يبقى خد ثلاث خطوط واربع اتجاهات وعلامتين للدوائر. يبقى 3 و 4 7 و 2 9 قسمناهم ثلاث مجموعات، كل مجموعه تشبه بعضها، مجموعه خطوط، مجموعه اتجاهات، مجموعه دوائر. تعالوا نشوف بعد ما المجموعات الثلاثه بالعلامات التسعه كما هناخدهم كيف. تعالوا ناخد العلامات التسعه كيف. المده ثلاث ايام. لما هم ثلاث مجموعات في ثلاث ايام، يبقى كل مجموعه تاخد ايه؟ يوم. تعالوا ناخد المجموعه الاولى. بلك الكميه اللي خدناها، الكيفيه هنعرضها. اليوم الاول هناخد كام؟ ثلاث خطوط. الخط الاول خط اسمه ايه؟ الفيرتيكال، والثاني سلانتك، والثالث اسمه هوريزونتال. تعالوا بقى نشرحه زي ما كنا بنشرح للاولاد، ونقول يلا يا اولاد مين يلعب معايا؟ كل واحد يرفع السبابه فوق ويقول ايه؟ فيرتيكال لاين اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين. واروح راسم فيرتيكال لاين. ايه اللي حصل دلوقتي؟ من ضمن الاهداف تنميه مهاره الاستماع والتحدث. تخيل ولد بيوصف بالانجليزي، يبقى وصف الانجليزي ينفع في حصه انجليزي، ما ينفعش اوصف عربي في حصه انجليزي او انجليزي في حصه عربي. يبقى العربي يتوصف بالعربي والانجليزي يتوصف بالايه؟ بالانجليزي. الشكوى اللي كنا بنشتكي منها عدم سماع
طالب انجليزي اصلا يعني في اول يوم ياخد وصف حرف الايه بالانجلش زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي ها اب ستاند جراين داون ستاند جراين هوريزونتال لاين ايه كابيتال اللي قاله ده كله معناه انه بيعرف انجليزي ولا ما بيعرفش رغم انه لسه ما بيعرفش يقرا ويكتب بس عنده مهاره الاستماع والتحدث فبقى الموضوع ابسط وسهل تلقي الانجليزي فيما بعد يعني دي من ضمن الاهداف اللي بنخلي بالنا منها وسبناها لحد ما نيجي نعمل بعض الاشياء عن طريق الاستماع يلا اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده يا عم الشيخ؟ فيرتيكال لاين اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين ورحت رسمه قدامه طيب ده اسمه ايه؟ هوريزونتال ايه؟ سلانتنج لاين اسمه ايه؟ سلانتنج لاين بقى فيرتيكال لاين سلانتنج لاين انا عملت ايه؟ اشتغلت تراكمي قلت الاول وبعدين قلت الثاني وبعدين انت جايب الاثنين معايا ايه؟ مع بعض يلا معايا اهو ده اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين سلانتنج لاين يلا كله مع بعض اهو vertical line slanting line ها كمان مره vertical line slanting line انا دلوقتي قلت vertical line وslanting line رسمته كمدركات شافها بعينه لكن انا ما كتبتش ترجمتها او الترانزليشن بتاعها بالايه بالعربي ليه لتنميه مهاره الاستماع وليه والتحدث عشان يتعود بعد كده يتكلم ايه انجليزي طول الحصه مش معنى ان احنا بسطنا بعض الامور ان هنقلبها عربي لا ده احنا بنكسر الحاجز اللي ما بيننا وما بين الايه اللغه الانجليزيه يبقى خد فيرتيكال لاين وسلانتنج لاين بعد كده ياخد ايه الهوريزونتال لاين يعني ايه فيرتيكال لاين خط عمودي موجود في كتاب الطفل وموجود كمان في كتاب المعلم وسلانتنج لاين خط المائل والهوريزونتال لاين الخط الايه تعالى تاني يوم هيخرج من هنا مرحلتين هناخد مجموعه ايه تاني هنا خلاص مجموعه الخطوط خلاص هياخد بكره ايه مجموعه الاتجاهات هيعمل فيها ايه؟ حفظ زي مين؟ زي مجموعه الخطوط زي ما حفظ سلانتنج لاين فيرتيكال لاين هوريزونتال لاين لا طب ده اسمه ايه؟ هوريزونتال لاين طب وكده اسمه ايه؟ فيرتيكال لاين كده اسمه ايه؟ سلانتنج لاين ويبدا يتدرب على ايه؟ يحفظ برضه الاتجاهات يلا نحفظ الاتجاهات اب وداون ورايت وليفت ودي نمره واحده بعد ما حفظنا الاتجاهات ايه تاني؟ يخرج الشعر التاني ربط الاتجاهات بمين؟ بالخطوط يعني هيبدا يعرف ان الخط اللي هي معمول لتحت خلف اللي معمول لايه؟ لفوق تعالوا نحفظ الاتجاهات يلا معايا يا عم الشيخ ها اب اب داون داون رايت رايت ليفت ليفت يلا نقولهم مع بعض اب داون رايت ليفت نجيب من الاول يلا ها vertical line slanting line horizontal line up down right left امبارح حفظ ثلاثة والنهارده أربعة يبقى كله كام؟ سبعة تاني يلا مع بعض نسمع مع بعض روح الشيخ قول معايا اهو vertical line slanting line horizontal line up down right left كمان مرة ها vertical line slanting line horizontal line up down right left يبدأ يسمعهم حفظهم تعالوا يا أولاد نعمل خط طالع لفوق يبقى اسمه ايه؟ كده اسمه ايه؟ up vertical line طب وكده down vertical line يلا نعمل مع بعض كله يرسم بصبعه كده ها up vertical line down vertical line ها ده اسمه ايه؟ up vertical line ها down vertical line لما بدأ يربط الاتجاهات بالايه؟ طب تعالوا ناخد يبقى الفيرتيكال لاين يناسبه الاب ويناسبه الايه؟ الداون يتدرب عليهم النهارده يبقى خدنا اتجاهات وربط الاتجاهات دول حاجتين اثنين في اليوم الايه؟ الثاني وحفظهم بعد ما حفظ مجموعه الايه؟ الخطوط في اليوم الاولاني طب السلاندنج لاين تعال نقول ايه؟ كده اسمه ايه؟ ها؟ اب سلاندنج لاين طب وكده اسمه ايه؟ داون سلاندنج لاين يلا نعملهم ثاني اب سلاندنج لاين داون ستاندنج لاين طب تعالوا نعملوه كمان ايه؟ هوريزونتال لاين ايه؟ يبقى وصلت من الوصف لكتابة أجزاء الايه؟ تقصد تقول إن العلامات التسعة الوصف كله مش هيخرج عن مين؟ عنهم طيب يبقى ده اسمه ايه؟ أب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين ايه كابيتال طيب خلصنا اليوم الأول واليوم الثاني وحفظ الولد ايه؟ السبع علامات vertical line slanting line horizontal line up down right left تاني ها vertical line slanting line horizontal line up down right left تعالوا ناخد بقى المجموعه الايه؟ التالتة هنعمل فيها ايه؟ قال لك بعد كده الدوائر
الدايره والنصف دايره. امال اليوم التاني بعدها الجزء الثاني قال لك ربط الدوائر بمين؟ بالاتجاهات برضه. ليه؟ تعالى ناخد يلا سيركل سيمي سيركل تاني سيركل سيمي سيركل. عايزين نحفظ الايه؟ التسع علامات. يلا فيرتيكال لاين سلايدنج لاين هوريزونتال لاين اب داون رايت ليفت تاني سيركل سيمي سيركل تاني دول التسع. فيرتيكال لاين سلايدنج لاين هوريزونتال لاين اب داون رايت ليفت سيركل سيمي سيركل تاني vertical line slanting line horizontal line up down right left circle semicircle. كل ده والولد بايه بيقول وراي لحد ما يحفظه بالاشارات بنفس العلامات اللي عملتها. يبقى كده حفظ الدوائر مع الاتجاهات مع الخطوط. بقى ربط الايه الدوائر. الدايره ملهاش اتجاهات. امال ايه اللي له اتجاهات؟ السيركل والسيميسيركل. تعالوا بص على السطور دلوقتي. دي نص دايره لفوق ودي نص دايره لايه؟ لتحت. بل دي اسمها ايه؟ اب سيمي سيركل داون سيمي سيركل رايت سيمي سيركل ليفت سيمي سيركل. تعالوا نوصف مثلا حرف من الحروف وليكن حرف الايه؟ كابيتال. الولد هيوصفه اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين. طب يوصف الحرف ايه سمول؟ رايت سيمي سيركل يعني نص دايره في الحته اليمين داون فيرتيكال لاين ايه سمول. السؤال حرف الايه كابتن اول ايه سمول خرج عن التسع علامات؟ لا. طب سؤال التسع علامات حفظناهم وقلنا خط عمودي لفوق او خط عمودي لتحت او ما اللي فوق وما اللي تحت ولا قلنا بالانجليزي فيرتيكال وسلاندنج وهوريزونتال وسيركل وسيب سيركل واب وداون ورايت وليفت وربطناهم ايه بالاتجاهات كلهم اللي احنا نقصده. الوقت تعلم علامات التسعه كيف المده 3 ايام. اليوم الاول بياخد الخطوط، اليوم الثاني بياخد الاتجاهات مع الخطوط حفظ ويرجع يربط الايه؟ الاتجاهات بالخطوط. اليوم الثالث بياخد الدوائر السيركل والسيمي سيركل بيحفظهم يكون حفظ التسعه، بعد كده يربط الدوائر بالاتجاهات، بعد كده يكون جاهز للمرحله نمره 2. يبقى يحفظ المجموعات الثلاثه في 3 ايام ويعرف يحفظ العلامات التسعه بترتيب المجموعات. بعد ما يحفظ يبقى جاهز لمين؟ لحفظ وصف الحروف شخصيا تاما وكيفا. كده خلصنا المرحله الاولى ونخش على المرحله الثانيه اللي هي وصف الحرف نفسه. يبقى وصف الحرف في مقدمه اسمها ايه؟ العلامات التسعه. مثال مثلا حرف الاي، ابدا نوصف. احنا معانا تسع علامات محفوظين على 3 ايام في 3 مجموعات. بعد الثلاث ايام نبدا نوصف الايه؟ الحروف نفسها وناخد حرف الاي كابتن. اول حاجه نرسم خط مائل لاعلى وخط مائل لاسفل، الخطوه الثانيه خط افقي، بعد كده يردد الاولاد معايا، بعد كده بايه؟ بيرددوا كلمه ايه؟ كابيتال. تعالوا نوصفهم مع بعض. يلا اهو، يلا يا اولاد تعالوا الرسمه. يلا قول مع بعض ابستنتنج لاين. ها اسمه ايه يا اولاد؟ ابستنتنج لاين. اسمه ايه؟ اب ستاندنج لاين. اسمه ايه؟ اب ستاندنج لاين. طب وده؟ داون ستاندنج لاين. اسمه ايه؟ اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين. دايما شغال تراكم، يعني خطوه والثانيه اروح جايب الاثنين، الثالثه اروح جايب الثلاثه مع بعض بنفس الطريقه. ده اسمه ايه؟ اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين. وهم عامل بقى ايه؟ خط ايه؟ افقي بالشمال اليمين. هوريزونتال لاين. ثاني اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين اول هوريزونتال لاين. بعد كده يرد الاولاد ورايا نفس الكلام اللي قلته، بعد كده يحفظ كلمه ايه؟ ايه؟ كابيتال. طبعا انا عملته مره على ايه؟ على السبوره. نعمله فين؟ تعالى بقى معايا. يلا يا عم الشيخ مين يلعب معايا؟ يلعب معايا؟ يبقى دي تهيئه. يلا نوصف حرف الايه؟ حرف الايه بيتكتب ازاي يا ولاد؟ يلا اهو. اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين ايه كابيتال. يلا نقول مع بعض اهو. اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين. يلا نمسح حرف الاي تاني. يلا ها اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين ايه كابيتال. طب في ناس ما بتقولش ايه كابيتال، ايه اللي بيحصل؟ بعد كده تسال الحرف ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه ايه؟ اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال. يا ابني ايه كابيتال؟ لا ده اسمه اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين. يبقى لازم اقول كلمه ايه؟ ايه كابيتال. ترددي الاولاد لما يحفظوه. يلا كل الفصل معايا اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين
ايه كابيتال نفس الوضع بعمله مع الاسم هون. يلا يا عم الشيخ نعمل نوصف هاو ها رايت سيمي سيركل داون فيرتيكال لاين اسمول. تمام يلا ها نوصف يلا الاسم بيكتب ازاي يا ولاد. يلا ها مين يقول معايا ها رايت سيمي سيركل داون فيرتيكال لاين اسمول. تعال نوصف الحرفين مع بعض بقى. ما انا شغال تراكمي حرف البي هراجع وصف حرف الاي فحرف السي هراجع وصف حرف الاي والبي كابيتال وسمول بنفس الطريقه يعني وهكذا حتى الحي. يعني الولد يوصل حرف الزد يكون بيراجع الوصف منين؟ من حرف الاي. يلا مع بعض الايه كابيتال بيتكتب ازاي هنا؟ اب ستاندنج لاين داون ستاندنج لاين هوريزونتال لاين ايه كابيتال. طب والاسم بيتكتب ازاي يا ولاد؟ يلا نسخه رايت سيمي سيركل داون فيرتيكال لاين رايت سيمي سيركل داون فيرتيكال لاين ايه اسمه وهكذا. حد يقول اه ده سهل خالص نوصف البي كابيتال نقول ايه داون فيرتيكال لاين رايت ليفت سيمي سيركل ليفت سيمي سيركل. جبناهم منين؟ من المرحله الاولى العلامات التسعه ما هو الفيرتيكال لاين والداون الاثنين خدناه والايه ليفت سيمي سيركل والليفت سيمي سيركل يبدا وصف الحروف كلها يمشي بنفس الطريقه. يبقى انا دلوقتي عشان اعلم الولد وصف الحرف بعد ما اتعلم بعد التهيئه على طول قراءه وكتابه دخل على الوصف فايه الاملاء؟ معنى الوصف ان الولد يعرف اجزاء الكلمه يبقى جاهز للاملاء. اهدافها انه يتعلم الاملاء انه ينمي مهاره السماع والتحدث يعني يعرف اجزاء الوصف اللي احنا العلامات التسعه قلناهم باللغه الانجليزيه علشان يتدرب انه يستعمل الكلام فيما بعد بعد كده يثق بنفسه ويبقى جاهز للايه؟ للحرف. مراجعات الوصف هدفها تثبيت الحرف في ذهن الطفل يعني تقصد تقول ان القراءه والكتابه ما بيشوف بعينه اما الوصف بيجيب منين؟ من ذهنه يعني بيساعد على تثبيت الايه؟ الحرف. مرحله الاولى المجموعات الثلاث العلامات التسعه اتفقنا في ثلاث ايام هياخد ثلاث مجموعات الوصف بعد كده يبقى جاهز للوصف زي ما شفنا اي حرف. الاب يقول حتى الدي بتتكتب ازاي؟ قال لا داون فيرتيكال لاين ليفت سيمي سيركل دي كابيتال. طب الدي سمول اه ليفت سيمي رايت سيمي سيركل داون فيرتيكال لاين دي سمول وهكذا مع اي وصف. طب سؤال انا مش عارف الوصف كله وبرضه لا موجود في كتاب الطفل كل حرف معاه وصفه كمان في كتاب المعلم جدول الوصف فالولد ما يغلطش فيه يقرا صح لما مهارة السماع والتحدث يجهز يترتب. المعلم عنده الترتيب بالكم والكيف يرتبه وكمان يبقى ملم بالمعلومه قبل ما يشرحها فان فاقد الشيء لا يعطيه. جزاكم الله.